فقره حقيقه ام كذبه، الاخبار المزيفه والشائعات. يسعدني مباشره ان ارحب بك معنا ريهام ابو عطا، مديره مرصد كاشف للتحقق والتربيه الاعلاميه. ريهام يسعد صباحك، اهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. اهلا بك ريهام. ما هي اخر الاخبار المضلله والكاذبه التي قمتم برصدها خلال الساعات الماضيه؟ كان في عده اخبار كاذبه، منها استمرار حملة باليوود وإظهار صحفي فلسطيني اللي هو محمود أبو سلامة وهو عم بصور في قصف مدرسة تابعة للأنوروا في غزة، ويعني قالوا إنه هذا نوع آخر من يعني الفيلم الفلسطيني والباليوود، وهو ما كان يعني لا بين القصف ولا بين الدخان، وطبعا كان هو خطأ 100%، وكان عم بصور وعدة وسائل إعلام من الجزيرة من الصحفي أنس الشريف وغيرهم صوروا بنفس المكان وأظهروا أنه كان في قصف لمدرسة تابعة للأنوروا. نعم يا ريهام، أيضا لربما من الأخبار المزيفة التي تنتشر أيضا بسرعة هي للشخصيات في قطاع غزة، يتم يعني انتشارهم بسرعة كبيرة، وهي كانت للجملة الشهيرة صاحب كلمة الروح الروح ليكون هو رجل العالم الذي اخترته أيضا المجلة الأمريكية لرجل هذا العام عام 2023. يعني إن أردنا الحديث عن هذا الخبر تحت أي بند يقع من الأخبار المضللة، وما هي أيضا نوعها يعني، وربما ماذا تؤثر؟ طبعا هو تضليل، يعني عملوا له تصميم زي كأنه اختياره لرجل العام، والمواطن الفلسطيني خالد نبهان اللي اشتهر بجملة روح الروح. طبعا يعني هذا ما بعرف، يعني هي جزء من التعاطف الفلسطيني انه يعملوا له تصميم ويقولوا انه حازت قضيته على تعاطف لذلك هيتم اختياره. طبعا هو تحت بند التضليل، ولاحظنا انه مش بس لإله، لعدة شخصيات فلسطينية يعني تم عمل تصميمات انه اختاروهم لشخصية التايم كرمز على قوة يعني قضيتهم وقوة التعاطف معهم. ريهام، يعني ايضا كما تحدثت يعني ان يعني لا يتم فقط النشر على اهالي قطاع غزه والشخصيات المنتشره في قطاع غزه، بل ايضا الاسرى لهم نصيب من الاخبار المضلله والاخبار الكاذبه، وهي ايضا ما تؤثر بشكل كبير لربما عليهم هم انفسهم في سجون الاحتلال وحتى على اهاليهم. منها ايضا كانت لمروان البرغوثي التي يعني كما انتشر انه دعا كوادر الحركه والشعب الفلسطيني واجهزه امن السلطه ايضا للانتفاض بوجه الاحتلال والتصدي لعدوانه. صحيح، وطبعا زوجته نفت هذا الكلام وهم ما بيعرفوا عنه شيء من اول الحرب، تحت العزل وما بتطلع منه اخبار، وتم مراجعه يعني الموضوع ويعني 100% غلط وما له اي علاقه. وكمان مش بس السوشيال ميديا انتشر هذا الخبر على وسائل إعلام إسرائيلية، وحتى يعني ما تحققوا منه، ما يعني اكتشفوا بالآخر إنه نشروه بدون أي مصدر يعني. فطبعا هاي الخبر كمان 100% كان كاذب، ومش أول إشاعة كمان برصدها المرصد عن الأسير مروان البرغوثي، يعني تم رصد عدة إشاعات من قبل نفس السياق يعني. ريهام، من هنا أيضا رسائلك ونصائحك المعتادة لكل مواطن يحمل الهاتف أيضا وينشر الأخبار الكاذبة والمزيفة أيضا ويقوم بتصديقها. لاحظنا أنه بالفترة الأسبوع الماضي كان في كثير أخبار تلعب على العاطفة، يعني أخبار كاذبة تلعب على العاطفة، فمش معناته إذا في خبر حابين نصدقه زي إنه اختيار خالد نبهان كشخصية العام أو مثلا عن الأسير أو أي خبر آخر إنه إحنا حابين نصدقه ونشيره على طول. فخلينا ننتبه كثير من الأخبار اللي بتضرب على الوتر العاطفة أو ونتأكد منها 100% قبل ما ننشرها. إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك ريهام، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في هذه الفقرة، فقرة حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات. شكرا لك ريهام.